أخت راشدا طمعا في بر الوالدة ولم أرني ولكني أتيت بالمبيد أقول لك الله فهل علي دم؟ أقول لك شيء الآن، حجك هذه حج فريضة؟ لا ما في. شو رأيك ما تحج وتروح بر والدتك؟ حج إن شاء الله يعني كم رأيك؟ أنت عارفين؟ لا ليس بر والدتك بدون حج. يعني أنا أحببت إن شاء الله يكون الأمرين، أمر الحج وأمر الوالد. أحببته ننصحك به، لكنك تريد أن تلف الدور وتحكم لنفسك أنك حججت، كما قال عليه السلام: خذوا عني مناسككم إلى آخر الحديث. لكن مع ذلك أنت لا تريد أن تأخذ مناسكه عليه السلام، فما علمك بحجة البر بوالدتك. البر بوالدتك بدون حج وبعد ذلك ليش ما حججت؟ لكن إذا حججت ولم تأتي بركن ما هذا بقول لك أنه فعلت خيرا. ما حد أحد يقول لك أحسنت؟ يعني قد يقول الأمر يعني فيه شيء من في الأجر إن شاء الله، ولك في تقصير يعني. يعني تركت واجب يعني عليك كفارة أو عليك تجربة. لا تركت لما يصل لهذا الظهور، لأنه هو عم يخطط للدوبة اللي على الشرح مو عليه أنا. إذا تركت واجبا أنت مرض لله ورسوله أم أنت آثم؟ هي أظن ما تعرفها. والله إن شاء الله أكون مرضي وآثم إن شاء الله. يعني مرضي بأني أنا قمت بهذا، ولكن جهدي قصر فيجبر تقصير جهدي الدم. قصر يعني أنت ما تستطيع ولا باستطاعتي؟ باستطاعتي ما أستطيع، باستطاعتي أني أنتظر، لكن ما أستطيع لأنه مسافر. مسافر في يوم الأحد الثاني. وأنتظر أسبوع كامل؟ إيه ربع ساعة. لكنك شعرت أنك دوبت ولا لا؟ إذا سافرت في اليوم الأول من أيام التشريق، ها؟ اليوم الثاني أنا أسافر. أنا أقصد إذا سافرت اليوم الأول من أيام التشريق بعد ما رميت، آثم ولا؟ ما صح الحج، يعني صح الحج وعلي الدم. آثم ولا ما آثم؟ آثم آثم آثم. لماذا هنا جريء وتقول آثم وليس مرة واحدة؟ بل آثم آثم ثم نصفين، قول آثم هون وأجب عن السؤال الثاني بآثم. إذا سافرت اليوم الثاني قبل أن ترمي آثم ولا لا؟ خلاص صامت الصنم. قال لهم الخليل: ما لكم لا تنطقون؟ لا أقول يعني هنا يعني المسألة، والله أنا أحيانا أولا أتيت بالنبي ثم ما بقي علي إلا رمي، فوكلت فيه أحد فما رأى علي شيء يعني. والنبي ولا في اليوم الأول وكل ما رأى علي شيء؟ نبي ليلة الثاني ما بات وكل بالرمي، لكن المبيت لابد منه. وكل بالمبيت ما يصح. وكل بالمبيت ممكن بيجيب لك واحد غير محرم بيوكله كمان يبيت عنه. يا شيخ الله يهديك، اتق الله في نفسك ولا تتلاعب بأحكام شريعة نبيك. قال الحيلة هاي فأنت في راحة، ما تحج في الأصل، تمتع بها الأيام كلها وما حدا بيقول لك ليش ما حجيت. لكن شوف هل أنت معي لما بصور لك إنسان بده يرمي اليوم الأول من أيام التشريق وبده يولي، هذا مو أحسن له ما حج؟ ما حدا بيقول له أنت آكل.
مثل إنسان يقول يصلي نافلة لكنه يصلي وهو طهارة، فهو آثم، يصلي بدون اطمئنان فهو آثم، لكن لو ما صلى ما حد بيقول له ليش ما صليت. هذا من هذا وكان إنسان يعني مسلم إذا التزم قيام بعباده ولو نافلة يجب عليه أن يأتي بشروطها وواجباتها. أي نعم، وأنت تعترف أن الرمي واجب ولكن موكل، مين قال لك وكل وأنت مستطيع؟ مين؟ يعني أنا ما أقول أنه وكل إذا كنت يعني هيك سبق لنا كما يقولون. يعني ما لي فهم ما ليش أنت بدك توكل؟ أنا إذا وكل أنا ما لي فهم يعني بتظن، ولذلك تشرح لي تشرح لي أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. أنا ما منعيد عشان مسافر، بس الشاهد الشاهد من طبيب الشيخ المسألة إنه أنا يعني ما فعلتها، لو إني موجود هنا أبقى ما عندي شيء، أنا لأجل السفر. فحتى يعني فيها من يقول بهذا، يعني من يقول إنه لك أن ما دام أنك بت ليلة الثاني عشر اللي هو الليلة المرخص بنهارها بالتعجل لا بأس عليك إذا وكلت بالرمي، لأنك أتيت بالمبيت، لأن يعني المبيت هو الواجب والرمي يعني أقل منه إن شاء الله. على من يقولون بهذا، لكن نحن الذي نذهب إليه أنه واجب إذا لم يتم، يعني لكن لو وكل به إن شاء الله يتم. يعني أنا أتيت بكل الأركان الحمد لله رب العالمين والواجبات، وتركت فقط رمي اليوم الثاني مع اللهم اجعلني من المتقين. ما أحد يقول هذا، ما جاوبتني. ما أحد يقول أنه يبطل حجه، ما يبطل حجه، يبطل حجه؟ لا يبطل. لو ترك الرمي يبطل حجه؟ لا يبطل. لو ترك المبيت ما يبطل حجه؟ لو ترك الرمي ما يبطل حجه؟ لو ترك المبيت ما يبطل حجه مع الإثم؟ نعم. ولو ترك الرمي ما يبطل حجه مع الإثم؟ نعم. شوف انت حصلنا اي فيلم الاخير. الله اكبر. طب شيخ لو ما صلى ركعتين الفجر الله